بقول لك ايه، في بنات بتشتكي دايما من فكره ان هي لما بتعمل طبقات كتير قوي هنا وخصوصا مع الحر هتعرق، فهتيجي فكه طرحه فهتتلطش، هتاخد برد او تبقى عندها مشكله، او العرق كتير ممكن يكون بيعملها حساسيه. فاحنا عايزين نخف الطبقات هنا على قد ما نقدر، حتى عشان هو لو حد عنده تحسس هنا فممكن يعمل اول اوبشن اللي هو كده. اوكي، أيوة. في بقى اوبشن تاني لو حد مش عايز كل ده. ايوه، احنا ممكن نعمل ايه؟ انا جايه لكم جايبه كل حاجه، انا عامله يلا حسابي، جاهزه بادواتي، انا جاهزه، انا عارف كل حاجه، احلموا واتمنوا، انا كل حاجه جاهزه. بصوا احنا في هنا الله على الالوان، شايفين؟ مش حرماكم من اي حاجه معايا خالص. بصي، هي طبعا البنات هتحبوا اكتر فكره الطرحه تكون كولورد او فيها الوان كتير. ما اعرفش ليه دايما السيدات ما بيحبوش غير الطرح الساده، او منى عبد الغني دايما مداني الانطباع ده، ان هي لا انا ما احطش غير طرحه ساده. عارفه ليه علاقه مثلا سن الجامعه او السن الاكبر شويه؟ بتختلف في الاذواق برضه، في ناس هاديه قوي وهي بطبيعتها منى هاديه، هي منى جدا هاديه وسامبل قوي، فده هي دي الحقيقه. نسمه منى جدا. بصوا بقى الحركه اللي احنا نعملها دلوقتي دي، احضر بس الدبوسه عشان ده اهم حاجه معانا. اوكي، احنا هنا بناخد الطرف ده، خلينا الطرحه هنا متساويه جدا. هناخد من جوه، شايفين الطرف ده والطرف ده، ندمهم كده خفيف ونعمل كده من نصها، من نصها مش من الاول. اوكي، احنا كده بصي احنا خدنا اللوس في نفس الوقت قفلنا دي بشكل رفيع جدا، لا هيحرر ولا هيتزحلق ولا هيبين الرقبه. برافو. بصوا طبعا لما يبقى الطرحه كالرفل قوي كده، فيها الوان كتير، على شميز ابيض تبقى حاجه جميله خالص، بتبقى خطيره جدا. دي كده تاني لوك معانا، التاني انا زي ما قلت لكم انا جايه جاهزه بكل حاجه. كل دي لفات تنفع نهار اكتر ولا نهار وليل؟ اي وقت، نهار وليل حسب الاوتفيت وحسب لون الطرحه. طيب، ده اللي بيحكمنا. في بقى اللفه اللي جايه دي، انا ببقى عارفه دايما ان الامهات ما بيحبوش الشهر ده عشان لفات طرحه بتبقى صعبه، هم بيبقوا عايزين حاجه الشهر اللي احنا فيه ده اللي هو بتاع المدرسه ودخول المدارس، عايزين حاجه سهله، عايزين حاجه تخلي لهم الدنيا بسيطه. يعني مش عايزه، انا بحيي صديقاتي اللي بينزلوا بالاسدال الصبح يوصلوا قبل المدرسه. يعني لسه فوق البيجامه على طول الاسدال وننزل. معروفة. وانا بصراحه موافقاكم 100%، هنلحق نعمل طب ما إيه بعد ونعمل المدرسه التمارين النادي هيعملوا ايه؟ نجيب اسدال. هنعمل فقره عن الاسدالات. لا ما فيهاش فقره، دي احنا عايزين نحارب خروج بالاسدال. بصوا بقى دي طرحه اسمها كويتي، هي الماتيريال بتاعتها كده. بصوا ده نوع القماش، مش نوع طريقه اللفه. اوكي، بناخد بقى ايه دي للناس اللي ممكن ما تحبش تبين بندانة خالص، للناس اللي ما بتحبش اصلا تبين اي حاجه شيد من البندانة. تمام، احنا بنعمل كده. اوكي، كده كده لازم بندنت او لازم بونيه او تلبيسه او حاجه من الحاجات كده كده اكيد عشان ما تزحلقش. وبنلف دي كده وناخد كده. بصوا هي نعومة القماشة مساعداكي وهي بتتطوع بسهولة. ولو تلاحظي زي ما قلت لك في أول الحلقة إن ماتيريال الطرحة بتفرق في شكل الطرحة. طبعا. إن هي غيرت اللفة كلها. هي غيرت شكل الوش، عايزة أقول لك يعني مع كل طرحة عملتيها شكل الوش اتغير. ولون الطرحة بيفرق جدا. دي كده معانا. إيه جميلة خالص، ما بتتفكش دي بقى. لا دي بقى الماتيريال دي بتمسك في بعضها كده. بالظبط، مع ان دي اللي تحت قطن كمان فبرضه ما بتتزحلقش. مفيش، احنا جايين النهارده نحارب التزحلق، مفيش طرحه هتتزحلق. انهي تزحلق بالظبط؟ تزحلق الطرحه. اللهم بارك، انت ما شاء الله قمر اصلا في كل اللفات، يعني تشجعي اي بنوته بتفكر في الحجاب والله. ربنا يخليك. طب ادي الثالثه، الرابعه. احنا عايزين نقول بس ان احنا لايف يا هبه، احنا معاكم مع البنات والستات. قولوا لنا عندكم استفسار، عندكم لفه جديده مبتكره، فكره في الطرح، ابعتوا لنا وهنتكلم حالا دلوقتي مع منى. او حطوا لنا صوركم بلفات تكونوا لفينها حلوه، ممكن تبعتوها لنا في الماسنجر بتاع صفحتنا على الفيسبوك او التعليقات. حتى في كومنت حطوا لنا صوركم بلفات ممكن تكونوا انتوا ابتكرتوها، يعني حلوه قوي دي. بصوا بقى دي انا عايزاكم تركزوا جدا، اللي بيتفرجوا يركزوا جدا، هي تريك بسيطه قوي في الطرحه دي بس بتعمل ستايل مختلف تماما. بصي بقى ركزي بقى في التكه اللي جايه دي عشان مهمه قوي. احنا بنغطي، عجباني روحها قوي، جميله. بصي ابتسامتها وطريقه كلامها عجباني روحها ومؤثره، انا مركزه. احنا هنسيب هنا طرف صغنون، اوكي، وهنا الطرف الاكبر. تمام، بعدين بنخلي يعني هنا نص هنا تقريبا، لا مش نص، هنا تلت صغنون وهنا التلتين الاكتر. ماشي، بنعمل كده.
بنجيبها على الطرف خالص. بناخد بقى الطرف بتاع الشمال نلفه كده بالراحه. ركزوا معايا يا جماعه. اوكي طب تاني كده ارجعي بيها تاني. بصي عشان في تريكه انت عملتيها انا خدت بالي. احنا خدنا الطويله ايوه خدنا الطرف بتاعها خدناها على ورا. الطرف اللي ورا خدناه لورا كده. اوكي ايوه هنخليه ورانا اهو عشان كلكم تشوفوا اهو كده. وهنتنيه بس لاير واحده كده. اوكي كده. طب كده بقت البرنت اللي عليها مقلوب. لا لا مش مقلوبه هي اصلا طرحه دي دبل فيس. اوكي حلو. اوكي بنجيب دي بقى كده على قدام. ركزوا مش عايز تاني. ركزوا. احنا بنعمل كده. اوكي بعدين بنقوم عاملين دي كده. نزلين دي كده. ايوه دي كده ودبوس كده. انت قلبتي نسخه من واحده صاحبتي فعلا بتعمل نفس اللفه دي وما كنتش عارفه بتعملها ازاي. القروبة اي خدمه ما شاء الله. احلامي وتمني قلت لك كده. ونعمل كده. دي جديده دي بدوي. صح دي بدوي وسهله جدا. يعني ساعات بنشوف حاجات نحس ان هي صعبه وايه ده ولا دي خطوات كتير انا هنسى انا مش عارفه احط ايه قبل ايه وهي الحاجه اصلا تكون. بصي هو لا انت اللي جيتي للحق دي عاوزه حد دارس علمي مش ادبي يعني. انا ادبي على فكره. لا لا بس سهله شفتي سهله ونتيجتها حلوه. ده حاجه ساده بتبقى لذيذه جدا وشكلها بسيط قوي. حلوه ما شاء الله. ايه رايك وفيها اللي هي فيها تحسي فولكلور السفاري بقى بتاع والتراث بتاع الصحراء والبدو اخواتنا واهالينا في سينا وفي الدول اللي فيها كلها صحاري في الدول العربيه. حلوه جميله دي نعتمدها. دي خلاص كده دي معانا دي نعملها احنا كمان لما نيجي رايحين السفاري. انا معتمده بنظير بوتو ستايل ماشي لغايه ما ربنا يكتبها لي ان شاء الله واعتمد الحجاب واقدر كده ايه اعمل الخطوه. ملونه جدا. ايه رايك الوان كتير بس حلوه. زهقت من تجميع الالوان كل حاجه لوحدها فجمعتها كلها في طرحه واحده. بنوتاتي كده وشبابيه وطازه كده الصبح فريش. دي بتبقى خطيره. بصوا بقى دي برضو فيها تريك. هنسيب هنا بقى المره دي اليمين هو الطرف الاكبر. اوكي كويس. هناخد ده ونرجعه كده هنا. ثواني اجيب دبوس وارجع اكمل لكم. احنا خدنا الطرف اللي على الشمال ايوه اللي هو الاقصر. وهنلزقه في البندانه. تمام ندبسه بقى. ندبسه. ممكن نحتاج دبوس تاني على محلك. احنا معانا وقت وايه وقت شوكي نفسك. تمام هناخد بقى الجزء ده كله نعمله كده. في الحاله دي بقى عندنا تو اوبشن. اما نسيبها كده تغل بقى ان احنا نسيبها كده لو احنا لابسين مثلا جمب سوت ساده دريس ما فيهوش اي برنتس او اي حاجه فاحنا عايزين نعمل له روح تفاصيل ممكن نسيبها كده. اوكي وممكن نعملها كده عشان برضو احنا قلنا هنحارب الزحلقه بتاعت الطرح. هنحط دبوس هنا كده. هاي دي بيسموها ايه؟ انا بعمل لفات حلوه للاختلاف يعني. ممكن مثلا حد يشوف اللفه دي يقول لك انا هعملها مثلا بطرحه ستان هروح بيها فرح. انا عايز اللفه دي لا انا ممكن اجيب لون معين وعندي بس مثلا فيها فوليوم شويه بتدي فوليوم. بالظبط دي كمان للناس اللي وشها صغنوني في ملامح بتبقى مسمسمه قوي لدرجه ان الطرح ما بتبينهاش. الحاجات دي بقى بتخليها تبين اكتر.